احنا زينب بن مسعود مديرة برامج في أفكار وفي فقرة الكلمة اليوم. الكلمة ليهم. كما قلنا لكم هذه الفقرة نعطيو فيها الفرصة للحديث عن فكرة معينة أو موضوع معين ناخذوه بعين الاعتبار ونحاولوا نحثوا فيه ونتناقشوا فيه بمرافقة اليوم إلهام ساتوري تعوض نور الكعبي وعلي بوزويدة قيدوم الفريق. أنت متعوض حد ديما حاضر وديما جاهز. مدام زينب مرحبا بك، أهلا وسهلا. عايشك مرحبا بك. أفكار هو انكوباتور حاضنة للشباب اللي عندهم أفكار ومشاريع ترافقوهم في هذه المشاريع. مشاريع من البداية حتى تحقيق المشروع، تخدموا على ريادة الأعمال. خلينا نعرف شوية أفكار. هكي أفكار هو مشروع متاع حاضنة مشاريع كي ايتي لونسي في 2018. اليوم عندنا السيلز كورت، دونك سيلز مجموعة اللي البنفيسي من البرنامج هذايا تنتفع بهذا البرنامج. عايشك ميرسي بور لا تراديكسيون. ترجمة الحناية من الكرانديو. شوف خلينا نقولوا للمستمع، قلت لها قبل ما ندخل البرنامج قلت لها مدام نحاول نحكي بالعربية باش الناس الكل نفهموا بعضنا بحكم الخط التحريري للمؤسسة ونحاولوا مع بعضنا، أنا باش نعاونك قدر الإمكان. عايشك خاطر احنا ما اي ماشي مرحبا ما تحطش عليها الضغط. لا ما تحطش عليها الضغط وحسبني ما قلت لك شيء. دونك اليوم ثالث مجموعة تنتفع بالبرنامج هذايا، رافقنا 88 باعث مشروع ولا حامل لفكرة مشروع من اللي بدينا الأفكار. أفكار إنكوبيرر معناتها خاطر تحت أفكار عنا برشا مشاريع، منهم الإنكوباتور اللي هو حاضنة المشاريع، والأوبجيكتيف نتاعنا باش نوصلوا نرافقوا 125 باعث مشروع وإلا حامل لفكرة مشروع على 3 سنين، واحنا نرافقوه من اللي عنده فكرة حتى لين يحقق المشروع نتاعو. هي جدا هذايا تمشيو بالنسبة للجالية التونسية في الخارج مش للتوانسة المقيمين في تونس. هذايا هو عطينا البلدان، ثم تقريبا 5 دول. استنى سامحني، ثم دو تراكرا، فما أفكار إنكوبيرر اللي عنده برنامج لفائدة أي تونسي عايش في تونس عنده فكرة مشروع واللي رافقه على 6 أشهر. للست أشهر هذوما يكونوا بصفة مجانية ويجيوا بحذينا الأفكار اللي احنا في الليبرج دولا كوني بحذيكم ونتبعوهم ونعاونوهم ولي تشالنج على الفكرة متاعهم، والأوبجيكتيف متاعنا هو نحقق المشروع هذية وينجح ويتطور. عنا مشروع آخر في برنامج آخر في أفكار اسمه Diaspora for Development. المشروع هذا D4Div ولا D4D Diaspora for Development، الجالية التونسية للتنمية. للتنمية سهل هكا خلينا نقوله. اسمع الوليد يضحكوا. دونك البرنامج هذايا هو برنامج ممول من طرف لونيون اوروبيان والمينيستير دو لا كوبيراسيون الموند، و دون لو كاد دان بروغرام اسمو بروغريس ميغراسيون اللي هو ميز اون اوفر على جي زد اللي هو تعاون الالماني. والبرنامج هذايا باش يبدا في اوت، دونك احنا تويكا اون فاز دو سورسينغ، عندنا دوبوي تويكا شهر واحنا عندنا كومباني ديجيتال كبيره على الانترنت باش نوعيو شويه ونحاولوا نسونسيبيليز لا دياسبورا تونيزيان اللي عندها افكار نتاع مشاريع في تونس باش تلتحق بالبرنامج هذا. برنامج هذا تخدموا على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالديجيتال لتحسيس الجاليه التونسيه بالخارج باش تقدم وتترشح للانتفاع بتتر بهذا البرنامج. البرنامج هذايا هو يدوم 5 أشهر، ترانس اكومبانيمون ترانس ناسيونال، معناتها المرافقة باش تكون في تونس وفي البلدان اللي هما يعيشوا فيهم تونس اللي هما 5 بلدان تويكا سيبل نتاع البروغرام هذايا اللي هما ألمانيا فرنسا إيطاليا سويسرا وبلجيكا. والمرافقة باش تدوم على 5 أشهر بطريقة مجانية، والهدف متاعنا أنه نعاونوهم باش يحققوا مشاريعهم ولا أفكارهم تتحول المشاريع في تونس. ما فماش أوبليغاسيون باش يروحوا لتونس، ينجموا يتبعوا البروغرام من غاديكا ويكمل خدمته على روحه من غاديكا والأمور تمشي لهنا. بيان إيفيدامون هو سيل فو معناتها أوغمونتي لي شونس دو ريوسيت نتاع المشروع نتاعو لازم يكون يا إما عنده كو فاوندر هون يا اما عنده شكون يتلاه له بالمشروع هوني والا يتفرغ له زيد يتفرغ للمشروع نتاعو
خلينا ناخذ بعض الاسئله من علي بوزويده. اسئله ما التفاعلات. التفاعلات انه علاش نقولوا ان لونتربرونيا مهمه جدا، رياده الاعمال، رياده الاعمال مهمه جدا في تونس، لانه نراو انه فما برشا مشكله كبيره في الطاقه التشغيليه هنا في تونس. نسبه البطاله قاعده تزيد، نسبه الفقر قاعده تزيد، اما لي جون ما عندهمش فرص. قبل نحكي على قبل 2011 ما كانش عندهم برشا فرص انهم يا اما ياخذوا تمويلات ولا يتوجهوا لدي بايور دو فون ولا يدخلوا في دي انكوباتور. دونك الفرصه تاو متيحه للي جون انهم يدخلوا فريمون في لي سيكل هذوما. مش كان افكار، فما برشا دي انكوباتور موجودين في تونس انهم يعملوا على رواحهم. ومن هنا جاء الاقتراح نتاع مشروع القانوني باش نحكيو عليه من بعد باكثر تفاصيل. دونك اذا نشوفوا انه لي جون حتى في لي فاك، في لي يونيفرسيتي، لي كلوب، في لي ليسي، ولا في لي كوليج كما كنا نسمع مقبليك مع صوتكم، هي فرصه انه نخرج شويه من الاقتصاد التقليدي المسمار في حيط، الافكار هذيا اللي كنا كلاسيكيه على الاخر، انه نمشيو في مبادرات يا ما تكون انتربرونيا ولا انتربرونيا سوسيال مع القوانين الترسين اللي قاعده تمشي توا. دونك ما بين الافكار اللي موجوده هي افكار هذيك. علاش انا نرى انه الفرصه للي جون توينس اللي يسمعوا فينا انهم يخرجوا شويه من الفكر الكلاسيكي وكالرتابة متاع نكمل قرايتي ناخذ خدمة في شركة بوست سامبل ولا نتوقف على القراية الحاجة هكي. خلينا نشوفوا إلهام ساتوري، تفضل إلهام. أنا بلتو عندي سؤال ليك، خاطر أنا تبعت أفكار إنكوبيتر شوية. دونك جي فيو اللي عندكم أن موديل أسي بارتيكولي، يعني نشوف اللي عندكم لي كرياتور دو كونتوني، عندكم لو فيت تجيب لي زونتربرونور إن جينيرال، يعني سو كي فول كريي، وعندكم لا سوسيتي سيفيل، يعني لامباكت سوسيال، ريسبونسابيليتي سوسيال. دونك حبيت نعرف، يعني انتم حسب ما راسي سو الميكس دي لو ميكس دو تخوا معناها هذا. دونك حبيت نعرف اسكو خاطر قبيله كي تحكي قلت نبداو يعني المشاريع هذوما ملي تبدا الفكره معناها، قال نكملوا معاهم في الاكومبانيمون في المرافقه اللي يعني توصل للنتيجه. دونك سؤالي اسكو من بعد يعني تاخذوا ان كونسيديراسيون هل لي ديمونسيون هذوما المختلفين ويقعد فما سويفي ولا يوفى في الاكومبانيمون هذيك يعني وقتها. هو السيكل نتاع افكار هي ثلاثه اللي قلت عليهم انت، لي زينوفاتور سوسيو، لي كرياتور دو كونتوني، ولا سوسيتي سيفيل. يمكن كبيره كلمه سوسيتي سيفيل جوستمون، جمعيات، فونداسيون، اورغانيزاسيون، قولوا جمعيات بصفه عامه. هما ان فيت خاطر مشروع كامل افكار خارج من تجربه عاشوها لي فونداتور معناتها اللي هما عندهم 10 سنين تويكا حلوا جمعيات وسكروا جمعيات وخدموا في حلوا دي زانكيوباتور دي كووركينغ سبيس وكل، والناس كل تعرفهم شكون هم، مش لازم نحكي عليهم. مي هما ناس عاشوا لافونتور نتاع تحل جمعيه وتلقى ديفيكولتي باش السستينابيليتي نتاعها الديمومه نتاعها على خاطر الفلوس وفات. اليوم فما بايور دو فون هذاك فلوس مشروع تحفون ياسر يوفى بعد عام ولا عامين، وفات العامين هذوما ما لقيناش باش نكملوه ايتترا. دونك الفرستراسيون هذيا عشناها الكل ونعرفوها. دونك ونعرفوا زيدا اللي الارتيست اليوم في تونس يعيش مشاكل كبيره زيدا خاطر il n'arrive pas باش يعمل ان بيزنس موديل autour de son œuvre. دونك حلينا السيبل للمجموعات هذوما. دونك عندنا لي كرياتور دو بروجي ايكونوميك العاديين، اي واحد عنده مشروع اقتصادي حيتقدم يحب دونك يحلوا ينجحوا ويكبروا ايتترا. وعندنا لي كرياتور دو كونتوني اللي هما سي دي زارتيست ان كلكو سورت، ينجموا يكونوا دي زارتيست بانتر، ينجموا يكونوا دي زوم دو تياتر، ينجموا يكونوا دي دي جي، ينجموا يكونوا اي كرياتور دو كونتوني معناها ينجم يكون يعمل افلام موسيقى اي حاجه. وعنا الباعثي الجمعيات اللي هما عندهم نجم تكون الجمعيه ديجا كري معناتها تنجم تكون موجوده وكل شيء، واحنا نعاونوهم tout au long de ces 6 mois gratuits، الست اشهر هذوما اللي رافقوهم فيهم بصفه مجانيه، انه يعملوا une sorte business model
autour de l'action هذه باش لديمومتها سورتو الجمعيات كيفاش ينجموا ينتفعوا من افكار ديريكتور هو افكار راهو ثم دي زابيل ا كانديداتور كل 6 mois موجودين دونك اون كومونيك دوسو فما ترشحات يعني تتقدم عبر الموقع يمكن نتاع الانكوباتور هذا انا الافكار دوتكو دونك فيه لابيل ا كانديداتور ici فما فورمولير ا رامبلير وحنا اون كومونيك اوتور راهو تويك انا لو يطول لابيل ا كانديداتور جي باش يكون في اكتوبر نوفمبر où donc pendant 2-3 mois on communique sur un appel à candidature ta IG ou Elirine ou Pichel Tafa. شنو لازم نقدم مثلا شنو الفكره تكون انوفاتور لازم لا 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 لازمك تقدم لي مشروع جمعيتك وتقنعني انا مع جوري معناتها عندنا ان جوري اللي دونك جوست صب انت دوسي كيما تصب دوسي في اي بلاصه اخرى باش تحكي على الفكره نتاعك باش تحكي على مشروعك هذا كتبدا عندك جمعيه لازم عندك مشروع لازم عندك اهداف لازم تعمل امباكت هذا هو التمويل حتى قداش ينجم يوصل للتمويل تمويل ان شيك سيرفيس الوغ تمويل فما زوج رانا نحكيو على دو بروغرام توتالمون ديفيرون نحكي توا على افكار انكبار وراني قبيله نحكي على دي فور دي السيبل نتاعو ماهيش الجمعيات وماهيش سي لي بروجي ايكونوميك دي فور دي دونك جست فهمتك اللي فهمت وانا انه في الدي فور دي يظل 30,000 اورو هكا ولا تقريبا 90 مليون توانس اكثر شويه وبالنسبه للافكار انكبار المنتفعين بالبرنامج ينجموا ياخذوا اون شيك سيرفيس حتى ل 30,000 دينار واضح بالنسبه للاطار القانوني خلينا نحكيوا شويه ودعم الدوله في مجال رياده الاعمال كيفاش تشوفوه انتم هذيا مع الواقع اليوم والمناخ اللي يشجع على رياده الاعمال زينب بن مسعود مديره برامج في افكار الوغ تحكي على المناخ العام ولا تحكي على المناخ العام بطبيعه الحال هو المناخ العام صعيب تويك صعيب ياسر ونعيشوا فيه مع بوست كوفيد اون بلوس دونك العالم الكل اون ريسيسيون مش تونس كها الافونتاج اللي عندنا انا دخلت نخدم في الانتربرونوريا من 2010 كنت كورديناتريس تاع ريزو انتربروندر على ليبوك وبعد بوندون 6 ans انا ديفلوبي ريزو انتربروندر اي اون ايتي على ليبوك اول جمعيه معناتها تمتع لي بينيفيسير نتاعها من لاكومبانيمون المرافقه بار دي شيف دونتربريز ما بين البارح اللي هو 2010 واليوم اللي هو 2020 وين كنا وين صبحنا يعني تقدمنا برشا ديجا احنا في 2010 الانيسياتيف بريفي ايتي تري كومبليكي حتى لي جون ايزافي دو مال باش هكا ينطلق في مشروع كنا خايفين احنا بيدنا راه احنا بيدنا شبان توانسه وانا قريت هوني وعشت هوني ولو كليما جينيرال اللي عشنا فيه نتاع كول واسكت ورد بالك تعمل هكا وماذا بيك تبدا مسمار في حيط اتسيتيرا هذاك الكل خلينا حاجه نعيشوها اللي هي صعيبه شويه معناتها باش معناش روح المبادره اي ديما الناس الكل تفركس على المساله التقليديه يحب على خديمه 700 دينار شهريه وفات غادي المساله اليوم 10 سنين بعد اليوم نشوف دي جون في او اس تي في دي انكوباتور اخرين في فلات 6 لاب في ويكي ستارت اب في برشا اللي هما شركائنا هذوما الكل يخدموا في خدمه هايله ياسر ولي جون يجيوهم سبونتانيمون ويجيونا لحنا الافكار زيده سبونتانيمون وحدهم يجي يقولوا انا عندي فكره ونحب ساعات الفكره معناتها انت تي اوبليجي باش تعدي مع وقت باش تفسروا الفكره نتاعك راهي ما نجحش معناها باش تعملها ايتترا مي هكا الروح نتاع المبادره والشجاعه اللي عنده باش يجيك اليوم ما كانتش قبل هذا راهو احنا عندنا سامحني في الكلمه البهايم القصير ديما الدوله فهمت كي نجيو نسبوا الاداره ونسبوا الدوله هذا ما كانش ينجم يكون لو كان ما جاش فما الدوله وسوبور نتاع الدوله الدوله تبدلت ياسر الدوله عملت برشا حاجات اون فافور دو ليكو سيستيم وعاونت ليكو سيستيم على الاخر باش خليت ليكو سيستيم يتبني اي وخاصه هذا انا شفته في مساله الشركات الناشئه لي ستارت ابور هذايا ولا المساله هذيا ثم بالحق علاش نحكيوا اليوم ثم مناخ ملائم في خلق رياده الاعمال في الشركات الناشئه يظل هذايا موجود اليوم وحتى حد ما ينجم ينكر وتونس ثم خدمة القدامة لأنها تولي يمكن بلاتفورم منصة في هذا الاتجاه باش نمشي لمدير الوطني لمشروع المبادرة التونسية للعمل الشامل تيلي أسماء بن حسن معنا بالتليفون أهلا وسهلا مدام أسماء مرحبا بيك أهلا بيك مرحبا بيك نحكيو على المبادر الذاتي لوتو انتربرونيا مرسوم مؤرخ في 10 جوان الفارط أصدر رئيس الحكومة بالرائد الرسمي هو مصدق عليه في 17
أفريل 2020. اليوم وينو هذايا؟ في لجنة المالية في البرلمان. الناس ممكن فرحت وقت اللي خرج المرسوم هذايا في 17 أفريل، ولكن اليوم في لجنة المالية يمكن لو كان زيد تفسرنا أكثر وش قاعد يعمل في لجنة المالية وقتاش باش يتم تفعيله. وخليني نعطي فقط تعريف يمكن الناس ماهيش على دراية بتعريف المبادرة الذاتي. هو كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية والحرف على أن لا يتجاوز رقم المعاملة 75 مليون. تفضل مدام أسمع. أهلا بيك سي عقبل. بالنسبة لقانون المبادرة الذاتي هو تعدى في شكل مرسوم. أنت كما كنت ذكرتي هو اليوم موجود في لجنة المالية بالبرلمان باش يتم النظر فيه ضمن الـ 34 مرسوم اللي خرجوا في مدة التفويض اللي تحصل عليها السيدة رئيس الحكومة. دونك شلون نستناو؟ نحن نستناو انه يتم الاقرار نتاع المرسوم هذايا، ومن بعد نتعداو ديريكتومون للتحضير معناها لي تيكست ابليكاسيون تبعها. هو نحن مجتمع مدني لكن خدمناه مع وزاره مع مختلف الوزارات ولكن تحت اشراف وزاره التكوين المهني والتشغيل. دونك اون فوا يتعدى المرسوم هذايا ويتم الاقرار نتاعو، ديما نرجع نقول علاش الاقرار نتاعو، حتى هو تعدى في مده التفويض، هل ترى عنده علاقه بالتفويض اللي خداه رئيس الحكومه ولا لا؟ نحن نعرفوا اللي المرسوم هذايا والقانون هذايا هو باش يساعد اولا على دعم المبادره الخاصه، وثانيا على دعم هيكله المشاريع، معناها الناس اللي قاعده تخدم في الافورمال واللي نحن شفناهم الكل في المده نتاع البانديمية هذيا نتاع الكوفيد، اللي هما كانت اكثر الناس اللي تضرت، والناس اللي تخدم حسابها الخاص وحدها مكثرها كما شفتوا تضرت، وحتى لي ميزور سبيسيفيك اللي كانت اقرتهم الدوله ما كانتش تمسهم بصفه مباشره، سيرتو الناس اللي ما عندهاش بتنتك. دونك اون فوا كيما قلت لك يتم اقراره باش يتعداو لاعداد لي تيكست ابليكاسيون، ومن بعد يتم التفعيل نتاعو. الاوامر الترتيبيه الأوامر الترتيبية هما نتاع زوج، نتاع شنو هما القطاعات اللي كنت حكيت على القطاعات بشكل عام اللي هما معناها يشملهم المرسوم هذايا، ولكن نحن باش نحطوا ليزاكتيفيتي معناها الأنشطة، خاطر راهو فما أنشطة ما تدخلش تحت المرسوم هذايا أو تحت قانون المبادر الذاتي. يعني بعد تفضل. مثلا نعطيك اكزامبل نتاع مثلا لي فونكسيون ليبرال، ما يجيش واحد يقول انا خاطرني اخشى لي فونكسيون شنو سامحني ليبرال. اي تفضل. اي لانه فما معناها قوانين تنظم المهن الحره هكا. المهن الحره ثم مهن معينه مش الكل، معناها لو مثلا ما نجمش طبيب يقول انا باش نولي مبادر ذاتي، هذاك عنده كونفيد لوغدو عنده تنظيم نتاعو، محامي ما نجمش، ثم معناها دي مهن ما تنجمش تندرج تحت المرسوم هذايا. هذا دونك باش نتم اعداد قائمه الانشطه اللي تابعه للقطاعات الكل، ومن بعد يتم اعداد المنصه، لانه هو القانون هذا صحيح الناس كي بتسجل فيه بتسجل عن طريق منصه الكترونيه للمبادر الذاتي، يتم من خلالها تصرف في نظام هذا المبادر الذاتي لتو هنايا وياخذ معناها الشهاده نتاعو اللي هو مبادر ذاتي ويبدا يخدم على روحه كما قلت، ويتمتع بامتيازات خاصه على المستوى الجبائي والاجتماعي. اي بالطبيعه هو ثم فيه من اهم الامتيازات انه ثم لا كونتريبيسيون يونيك، معناها باش يعمل ان سول بايمون على المداخيل اللي هو دخلها، معناها مثلا كما نقولوا دخل 25000 دينار، ثم ان سول كوتيزاسيون تريمستريال يصبها وقت اللي يديكلار معناها لي روفوني نتاعو، ويصبها عبر المنصه هذيك، وبالطبيعه هي كوفر على فوا لي زامبو نتاعو والكوتيزاسيون سوسيال نتاعو، هذه معناها واحده من تسهيل الاجراءات. كيف بالنسبه للمبادر الذاتي، الاختلاف بينه وبين يمكن الانظمه الموجوده الاخرى واللي ديفيكولتي اللي نحن شفناها في العديد من القطاعات واللي هي تعتبر لون دي باغيير على كرياسيون دونتربريز في تونس، هي حكايه الباتين في بعض الانشطه وبعض القطاعات. دونك هنا يوغا با معناها دوبليغاسيون باش يحل باتيندا، وما يوغا با معناها دوبليغاسيون باش يعمل مثلا كونترا دو لوكاسيون، ينجم يخدم في المحل نتاعو معناها جوست يحط شنو هي لادغيس ويبدا يخدم على روحه. بالنسبه للزوتر زافونتاج هو انه السنه الاولى الصندوق الوطني للتشغيل هو اللي باش يتكفل بلي شارج سوسيال نتاعو الكوتيزاسيون سوسيال نتاعو معناها السي ان اس اس نتاعو، وايضا هو في السنه الاولى ما يدفعش دي زامبو، يل ديكلار بيان سور تي روفوني لا ديكلاراسيون اوبليغاتوار يديكلاري شنو دخل، ولكن أيوة. العام الاول هو اكزونوري. دونك هي مده سنه عطيتها الدوله كامتياز للاشخاص هذوما اللي سواء يهيكلوا مشاريعهم او يحلوا مشاريع جديده تحت اطار القانون هذايا، باش انهم العام هذاك ما يكونوش عندهم بوكو دو شارج فينونسيير، على الاقل يقف على ساقيه مده سنه، ومن بعد ينجم انه السنه اللي بعدها يولي يقوم بالواجبات الجبائيه والواجبات الاجتماعيه. مهم جدا يعني. يعني الناس تخرج من الجانب الغير القانوني الى الجانب القانوني، يقول انا مظلم حتى للضوء هكا ولا
بالله مدام أسماء بن حسن، هذا هو هيكلة الاقتصاد التونسي. خلينا ناخذ تفاعل من عند السيدة زينب بن مسعود مديرة برامج أفكار. في تفاعل معك سيل لأن الوقت ما يكفيناش، تفضل. أنت قبيلة قلت فما الحكايه هذه، اسكو طورنا ولا ما طورناش، وروح المبادره ولات عندنا ولا ما ولاتش عندنا. اون توكا هذا هو الدوله شنو تنجم تعمل اليوم، هي تسهل. اليوم فما برشا دي جون اللي عنده نصبه في الشارع تيبيكمون، لازم يحبوه يعمل حوينته صغيره ويخدم على روحه في الفورمال هاك اكزاكتومون، اللي هو شغل كو ما يعرفش حتى. تعرف الناس هذوما راهو انا خدمت مشيت لي ريجيون انتيريور، والناس هذوما ما يعرفوش حتى لو ريجيم سي ان اس اس قداش. كي تقول له راك باش تخلص 40 دينار سي ان اس اس يقول لك لي اكثر من هكا، ما يعرفوش لانفورماسيون ما تخلط لهمش. اون فيت معناتها انا اليوم عبيت برك عليها وتخدم ويعطيها الصحه، والحكومات السابقه زاده فما برشا حاجات قدمت فيهم بالكدا، اما قعدنا ناقصين في حاجه الكوميونيكاسيون الاتصال. ما نعرفوش نوصلوا المعلومه بطريقه سهله للسيبل نتاعنا. احنا نحاولوا قاعدين في مثل البرامج هذيا في بوان جمعيتي نوصلوا المعلومه اكثر من لازم. اسماء بن حسن، فقط في 30 ثانيه، وقتاش حسب التقريب وحسب توقعاتك كمديره وطنيه لمشروع المبادره التونسيه للعمل الشامل تيلي، وقتاش نجموا نشوفوا المبادره الذاتي على ارض الواقع يبدا يشتغل تفعيله؟ والله أنا اللي نعرفه اللي بالنسبة لوزارة التشغيل التكوين المهني والتشغيل، كانت في بعض الدوكيومون كانت ذكرت إنه واحدة من التزامات الدولة التونسية أو الحكومة التونسية إنه البلاتفورم معناها منصة القانون المبادر الذاتي تكون أوبيراسيونيل في جانفي 2021. نحن استبقنا لأن كنا نتوقع القانون باش يتعدى في نهاية 2020، الحمد لله تعدى في جوان. دونك مازال عندنا الوقت إن شاء الله في مدة الخمسة أو ستة أشهر اللي مازالوا توصل معناها تحضر البلاتفورم هذايا ويكون القانون سيري المفعول، ومعناها الشباب ينجم الشباب وغير الشباب ينجم إنه يرسم فيه. يعطيك الصحة المديرة الوطنية لمشروع المبادرة التونسية للعمل الشامل تيلي أسماء بن حسن، كنت معنا عبر الهاتف على الأوتو أنتربرونيا المبادر الذاتي، وأيضا زينب بن مسعود مديرة برامج في أفكار نورتنا اليوم، يعطيك الصحة وشكرا على تلبية الدعوة.